الحكومية والخاصة، وتحفيز كل من يرغب بالحفاظ على الهوية العمرانية سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، ودعمهم وتحفيزهم. وأيضاً كفكرة إضافية أن تكون المباني الحكومية الإدارية يراعى في تصميمها المنطقة الموجودة بها، وعلى سبيل المثال للحصر مبنى وزارة الخارجية في مدينة جدة. يا صاحب السمو، لا يخفى عليكم أهمية التراث العمراني وما له من انعكاسات على كافة المستويات بدءا بالوطن وحتى المواطن، وتحقيقا لمقولتكم نحو عالم أول، فإن أردناها نهضة وتنمية فلا بد أن تكون على أسس قوية ومتينة، وخير ما يكون هو الاستناد على تراث الأجداد، فمستقبل الأبناء مبني على حاضر الآباء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعو سمو الأمير خالد الفيصل للحوار مع الشباب. سمو الأمير، إذا ممكن نبدأ يعني بالمواضيع الحساسة اللي تحدثت عنها الأخت شهد والأخ حسن، وهو تكلفة الوحدات السكنية وارتفاع الإيجارات. هل ترون في المستقبل القريب إمكانية لوضع حد للإيجارات في مدن المملكة، وما هي الخطط التي وضعت لهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أود أن أبدأ الكلام مع الجميع بأنني سعيد جدا في هذه اللحظة التي أشترك فيها مع أبنائي وبناتي في الحديث عن شؤون وشجون الوطن والمواطن، كما أنني أود أن أسجل في هذه اللحظة اعتزازي وإكباري للمستوى الرائع، المستوى العالي، المستوى المبشر بالخير لثقافة وفكر أبنائنا وبناتنا. لا أدري إذا كان من ضمنكم ذلك الرجل الذي قبل 5 سنوات عندما كنت أتحدث في مجلسي في جدة عن أماني تتبلور في رؤية الإنسان والوطن وهو يعانق مستوى العالم الأول في حضارته، عندما نظر إلي ورفع يده وقال لي: يا أمير، كذا إلى هناك على طول؟ اليوم أتى جوابي لك: نعم، هناك على طول. ما تحدث به وعنه هذا المساء، هذه النخبة من أبنائي وبناتي، هو الدلالة الواضحة بأننا على الطريق سائرون، لم نعد نستعد وإنما مشينا، نحن في طريقنا إلى هناك، إلى العالم الأول. هذه الأفكار التي سمعتها وهذه المشاريع التي تبلورت
في هذه العقول الكبيرة بمستواها الثقافي، اليانعة بمستواها العمري، تجعلني أكثر تفاؤلا وأكثر حماسا وأكثر إصرارا على المضي في الطريق الذي بدأناه بالاستراتيجية التنموية لهذه المنطقة قبل 5 سنوات. لا أود في الحقيقة أن أدخل في تفاصيل كل مقترح من كل شاب وشابة، ولكن أود أن أقول للجميع أنني أكلفكم شخصيا فردا فردا بملف ما تقدمتم به من أفكار ومن مشاريع تريدون تحقيقها، وأقول لكم بكل أمانة أنتم لا تحتاجون إلى قائد، أنتم تحتاجون إلى مشارك يخدمكم، وأنا ذلك المشارك. فأنا معكم ولكم ومنكم، وسوف أعمل ما في وسعي عن طريقكم أنتم أيها الشباب، ومن خلال جمعيتكم، جمعية شباب مكة. وسعدت هذا اليوم بأنني وجدت بعض الذين تحدثوا منكم أنهم أعضاء في شباب مكة من بنات وشباب. أود أن تكونوا جميعا من خلال هذه الجمعية تكونوا ورشة عمل بكل هذه الملفات، وسوف نبدأ من الغد إن شاء الله أنا وإياكم في تحقيق ما تحلمون به. لأن كل ما قدمتموه هو يشكل حلم كل مواطن، كل ما قدمتموه هو أملنا جميعا، وكل ما قدمتموه هو الهدف الذي نريد أن نصل إليه بأفكاركم، بعقولكم، بحماسكم، بقدرتكم وبشبابكم. سوف نصل إن شاء الله إلى تحقيقها جميعاً إن شاء الله. أما المشاكل التي سوف تواجهكم وتواجهنا هي نفس المشاكل التي تواجهنا الآن، ولا أعتقد أن هناك مشروع أو مجتمع ليس فيه مشاكل يواجهها في التنمية. كل البلاد التي تزخر اليوم بحضارة متقدمة مرت بنفس التجربة ومرت بنفس المشاكل، بل وكانت أعظم من هذه المشاكل، لأنهم في ذلك الوقت لم تتوفر لديهم أسباب المعرفة التي تتوفر اليوم لدينا والتي حققها لنا العلم. فكل ما علينا أن نستخدم هذا العلم المتوفر لدينا، أن نستخدم هذه المعرفة. المعرفة لم تعد بعيدة عن الإنسان كما كانت في الماضي. نحن نتذكر أجدادنا وقد كانوا يرحلون من هذه البلاد إلى بلاد بعيدة لكي يقرأوا صفحة في كتاب ذكر لهم، أما اليوم فبإمكانكم أن تجدوها في ثواني وفي آلة صغيرة في جيوبكم أو في محافظكم. فالعلم اليوم
ميسور وفي متناول اليد، وهو يقول لكم خذوني واستخدموني أنا في خدمتكم. فاستخدموا هذا العلم، استخدموا هذه المعرفة، هذه واحدة. أما الثانية فاسمحوا لي أن أقول لكم أنها لم تقم الحضارات في جميع أنحاء العالم بجهد الحكومات فقط. وأنا سعيد أنني سمعتكم في هذا اليوم جميعاً تطلبون العمل المشترك بين القطاع الخاص والقطاع العام الرسمي، وهذا هو السبيل. لن تقوم لأي مجتمع قائمة إلا بالعمل المشترك وبالأهداف المشتركة. ونحن ولله الحمد لا ينقصنا شيء إذا استخدمنا كل الإمكانات المتوفرة لنا في هذه البلاد، سواء كانت إمكانات حكومية أو إمكانات خاصة في المجتمع وفي القطاع الخاص. المواطن يسعى دائما للأفضل، ونحن علينا مسؤولية. ولذلك طرحنا شعار هذه المنطقة في هذا العام، هذا الشعار يقول الشعور بالمسؤولية واحترام النظام. ولقد طلبت من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية في منطقة مكة المكرمة أن تعمل على نشر هذه الثقافة في المجتمع كبيراً وصغيراً. وإنني أشكر وأقدر الجهات الحكومية والأهلية التي ابتدأت بالفعل منذ الشهر الأول الذي سمعت مني فيه هذا المقترح، وبدأت بالفعل تنشر هذا العمل، وفي مقدمتها التعليم العام وإدارات التعليم العام في المنطقة. والآن يتبنى الشعار نفسه ملتقى شباب مكة الذي يشارك فيه كل الطلبة والطالبات في التعليم العام وفي الجامعات. هذا الشعار لو أعملنا فيه الفكر وأعملنا فيه الجهد وأعملنا فيه الوقت واستفدنا منه، سوف لا ينتهي هذا العام إلا باستفادة كبيرة جداً للجميع. نحن أيها الإخوة والأخوات مسؤولون عن مستقبل هذه البلاد، ليس فينا أحد غير مسؤول، حتى الذي يجلس في بيته وينتقد إما بالكلمة أو بالكتابة أو بالصورة أو في الإعلام التقليدي أو الإعلام الحديث. كل المنتقدين مسؤولين، وكل المنتقدين مسؤولين كذلك. نحن جميعا علينا مسؤولية تجاه ديننا وتجاه وطننا وتجاه شعبنا، وقبل هذا وذاك تجاه أبنائنا وبناتنا. نحن اليوم نكون المستقبل ونصنع المستقبل لأبنائنا وبناتنا بشراكة معهم. نحن اليوم نحتضن الأبناء والبنات ليشاركونا وضع برامج المستقبل. لا نريد أن نضع لهم برامج لا يشتركون هم في وضعها وفي صنعها. اصنعوا برامجكم، اصنعوا مستقبلكم، ونحن معكم، والله فوق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكرك يا سمو الأمير، لأنه عادة يصور
لبعض المسؤولين بأنه حراك الشباب هو حراك سلبي، ونحن نريد أن نقول للجميع بأنه نحن امتداد لكم، ويعني نحن لكم وإليكم، وعملنا كل ما هو إلا من أجل الوطن، ونحن مستعدين، يعني تحدونا أننا نسوي أي شيء وإحنا حاضرين. ونحن نتحداكم أن تعمل أن تعملوا شيء، ونحن سوف نكون معكم، ولكن افعلوا ما ينفعكم وينفع وطنكم ودينكم. إذا في أحد من الشباب، الأمير وعدكم بأنه جميع هذه المشاريع سيتم دراستها مع مجلس شباب مكة، والأمير تكفل فيها شخصيا. إذا في أحد يحب يسأل الأمير أي سؤال من الحاضرين من تفضل. الشباب تفضل. طيب، أنا أشكركم يا سمو الأمير على هذا الوقت، ويعني كان بودنا أنه نأخذ أسئلة المشاريع اللي جتنا، لكن خلاص وعدكم كافي، وإن شاء الله شباب مكة هم المسؤولين الآن عن تنفيذ وعد سمو الأمير، والسنة القادمة نشوف النتائج على أرض الواقع بإذن الله. شكرا لك. شكرا لكم. طبعا نشعر بالفخر لوجود شباب سعوديين بهذا المستوى وبهذا الحماس وبهذه الروح، فشكرا يا صاحب السمو على إتاحة الفرصة لهم للحديث عن تطلعاتهم لمستقبل الوطن، فهم كما تقول من يصنع الحلم. في الختام، كلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة، رئيس المنتدى الشيخ صالح كامل. الحمد لله رب العالمين على توفيقه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صاحب السمو، لا يسعني إلا أن أقدم جزيل الشكر ووافر التقدير لسموكم على رعايتكم لهذا المنتدى، ولقد تفضلتم ونبتم عني في شكر هذا المنتدى بمنحه جائزة التميز، فهذه الجائزة لكل من شارك في المنتدى من متحدثين ومن جمهور كريم. تميز هذا المنتدى أيضا بفضل جمهوره المميز على مدى الأعوام السابقة، وأشكر كل من واظب على حضور جلسات المنتدى من أولها إلى آخرها، وفي مقدمتهم معالي نائب وزير الإسكان وكثير من المسؤولين الذين لم يغيبوا عن هذا المنتدى جلسة واحدة. وأقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإلى أن نلقاكم في المنتدى القادم إن شاء الله تتحقق أحلامكم في خدمة مواطني هذه المنطقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
أعزائي المشاهدين، ها نحن الآن ننتظر سمو الأمير خالد الفيصل، رح نأخذ معاه لقاء على قناة ديوان. شباب السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حال طال عمرك؟ اليوم قلت نحن مشاركين ولا نحتاج إلى قادة من المشاريع اللي شافوها الشباب. في السابق تكلمت وقلت مرارا وتكرارا أننا مللنا 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 من بقائنا في العالم الثالث، ونود أن نذهب إلى العالم الأول. ما المطلوب منا كشباب لرفع الوطن إلى العالم الأول؟ ممكن ما فعلتوه اليوم، يعني كانت لكم آراء وطرحتم مشاكل، ولكنكم طرحتوا مع المشاكل حلول. صدقني كنت سعيدا جدا وأنا أسمع أبنائي وبناتي يطرحون المشاكل ولكنهم يطرحون معها الحلول، وسعيد جدا لأنني في موقع مسؤولية أستطيع أن أساعدهم في أن تتبلور هذه الأفكار حتى تكون مشاريع مطروحة على أرض الواقع إن شاء الله. سمو الأمير، قناة ديوان جدة هي قناة جديدة وليدة، يعني بتعنى بالإنسان وبالبنيان، نصيحتك لقناة ديوان جدة وكلمة توجهها لها؟ أول نصيحة أحب أقولها أن تكونوا صادقين مع الله أولا، ثم مع أنفسكم، ثم مع مدينتكم، ولا تحاولوا أن تستقطبوا المشاهد بالكذب والنفاق كما هي عادة بعض القنوات. أكيد. شكرا لك. شكر جزيل إلى سمو الأمير خالد الفيصل، نوه اليوم على شيء جدا ممتاز. أولا تكلم أنه إيجاد الحلول، والحمد لله هذا اللي سووه شباب جدة وهذا اللي سووه شباب المملكة العربية السعودية، أنه مو بس قالوا الاقتراحات ولكن جابوا الحلول. والشيء الثاني أنه نصيحتنا ليس فقط لقناة ديوان ولكن إلى كل الإعلاميين في العالم، أنه وكل الإعلاميين في المملكة العربية السعودية، أن نكون صادقين مع المشاهد ولا نستعطفه في جزئية هو يود أن يسمعها، يعني بالعربي لا نصطاد في الموية العكر. فاصل قصير مشاهدينا ورح نستكمل في لقاءات ضيوفنا في استديو ديوان. مزيد من الحوار المباشر بعد الفاصل. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية